السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب مجددا بتلاميذ سنة خمسة ابتدائي، عفوا سنة خمسة ابتدائي، ونحاول الإجابة على هذا الأسئلة. هذا النص اللي درناه فيديو سابق، الفيديو اللي ما شافش الفيديو هذا ما شافش يحاول يرجع للفيديو السابق، لأن نحن شرحناه باللغة العربية وكتبناه حتى باللغة العربية. Je regarde l'image puis je lis. يعني نشوف الصورة، ها هي الصورة لهنا، ومن بعد ذلك نقرأ. Un animal sauvage هو حيوان متوحش. Un animal sauvage. La gazelle. نحكي على حيوان الغزالة. هي الغزالة. ها هي الغزالة. La gazelle. اسمها la gazelle en français. Est un animal délicat. هي حيوان حساس رقيق. بدينا بالverb être هنا كما قلنا. Elle se nourrit. Le verbe se nourrir de plantes. من النباتات، درب من الحشائش، de feuilles من الأوراق. Elle est rapide. هي سريعة. Lorsqu'elle sent le danger. عندما تشعر بالخطر. Elle bondit sur place. يعني تقفز في مكانها. Elle a des pattes fines. لديها أطراف رقيقة. Une queue noire. وذيل. ذيل أسود. هاي أطراف رقيقة عندها. وذيل أسود. une queue noire. هذا الـ A هذا هو واو الربط، ليس كهذا. EST هذا لو فيرب اتر، وهذا ET هذا هو واو العطف ولا واو الربط، اسمه conjonction de coordination. Le verbe est le ventre est blanc. عفوا، le ventre est blanc. البطن ابيض. درنا دائما لو فيرب اتر. شوف الفرق بين هذا وهذا. هذا ET وهذا EST، هذا verb être وهذا كما نعوضوا احنا بالواو. و يعني pat fin و queue noire et une queue noire، نعوضوا بواو. coordination هنايا الربط هنا. le ventre est blanc، البطن ابيض. le poil est marron، يعني le poil اللي هو الوبر تاعها رما marron بني. Sur le dos, على الظهر، هاو على الظهر. Do, une bande noire sépare le ventre et le dos. كان هنا شريط أسود يفصل بين البطن والظهر. فوق هاي. Les sabots sont pointus. Pointus يعني الحوافر تاعها حادة. La petite tête, sa petite tête porte des cornes noires. يعني رأسها الصغيرة ورأسها الصغيرة يحمل قرونا سوداء. يحمل قرون سوداء. نحن عدنا نحن الشرح فقط، نجيو حنا نجاوبوا على الأسئلة. Je relis puis j'écris vrai ou faux. Je relis. Le verbe relire. أعيد القراءة. Je relis. أنا اللي أعيد القراءة. Puis وبعد ذلك. J'écris. أكتب. Vrai. صحيح. Ou faux. خطأ. Bon. La gazelle est un est un animal délicat. هذه vrai ولا faux؟ هذه bien sûr vrai، لأنها هي الإجابة تاعها. يقول هنا animal délicat، يعني نحطه هنا vrai، نحطه هنا vrai. هاني كتبت هنا vrai. يقول لك هنا elle se nourrit de pâtes. هل الغزالة تتغذى من العجائن؟ هذا سي faux، نحطه هنا faux، نحط هنا faux. الغزالة على ما تتغذى هي. Elle se nourrit de plantes, من النباتات, d'herbes, من الحشائش, de feuilles. هنا دونك نحطو faux. هاو كتبنا هنا faux. F-A-U-X. Vrai. V-R-A-E. نجيو هنا elle a une queue noire. هذا vrai. نحطو vrai. نقدروا نستغناو على vrai directement. نحطو V. لاحظوا هنا الإجابة هذه. elle a une queue noire. حطينا vrai. Elle a une grande tête. نحطو faux. Parce qu'il يقولك هنا، شوف هنا في الواحد. Sa petite tête. رأسها الصغير. نحطو هنا. Elle a une grande tête. لديها رأس كبير. هنا نحطو faux. هنا نحطو قدامه faux. دروك نكتب أنا faux. هنا كتبنا faux. هنا كتبنا faux. بعد واش يقولك Elle n'est pas rapide. هي ليست سريعة. هذا أيضا فو. واش يقول لك هنا؟ واش يقول لك هنا؟ Elle est rapide. فهنا
هنا ويقول لك النيجاتيف مثلا اني با رابيد، هنا نحطو فو، اني با رابيد نحطو فو، نكتبو هنا فو. نجيو هنا جو ريغارد ليماج جو تروف لا فراز دو تيكست. جو ريغارد ليماج يعني نشوف الصورة، ليماج صورة، جو تروف لا فراز دو تيكست. من بعد نجيب الجملة اللي تبدا لورسكيل واش، lorsqu'elle wesh, lorsqu'elle sent le danger, lorsqu'elle sent le danger, elle bondit sur place. Lorsqu'elle sent le danger, elle bondit sur place. Lorsqu'elle sent le danger, nkbouna sent le danger, nkbouna nkbouna sent le danger, nkbouna. Lorsqu'elle nkbouna lorsqu'elle sent le danger, elle بوندي سور بلاس. اذا كانت ماشي هذه مفهومه نرجعوا لهنا، ها هي لورسكيل سون لو دونجي ال بوندي سور بلاس. كاين بوان هنا، هذه هي الفراز اللي نديروها هنا، اللي نكتبوا الفراز هذه لورسكيل، ها نتموا هذه حتى لهنا ام سور بلاس حتى لهنا. ها اللي ما فهم اللي ما شافش هذه يقدر يشوف هذه. نجيو حنا للاسئله الاخرى. سؤال هذا، لا غازيل ايتيل ان انيمال سوفاج او دوميستيك؟ لا غازيل ايتيل ان انيمال سوفاج او دوميستيك؟ هل الغزاله حيوان متوحش او اليف؟ لا غازيل ايتيل ان انيمال سوفاج، هذه نكتبوا هنا سوفاج سوفاج. J'entoure de quoi se nourrit la gazelle dans le texte. De quoi se قالك نحوط على ماه الغزاله تتغدى في الفلو تكست. واش قال لنا لو تكست هنا؟ elle se nourrit de quoi؟ elle se nourrit de plantes, d'herbes, de feuilles. واش نديرو حنا هنا؟ واش نلقاو هنا؟ هذا فاي دارب، ها هنا فاي دارب، هذا فاي دارب. انا نقدر ننتوري هذا فاي، هذا الفاي هذا، وهذا بلون دون لو ديزير، هذا بلون دون لو ديزير. هذا اللي ما عرفش باريزومبل هنا نقدر نكتبها لهنا، نقدر نقول لا غازيل سونوري دو، الغازات تغذى هنا فاي داربغ، داربغ يلي هي اوراق الشجر، ها هي هنا جونتور على اوراق الشجر، هنا جونتور ديريكتومون على بلون دون لو ديزير. جونتور لارب على هذا، جونتور ويسي جونتور با على هذا باغات دو بان، جونتور با هذا مفاسيه نخي. ما نزيد ندير لكم انا لهنا، نقرا لكم هذا لهنا. كاينه لا بروميير فوي دارفر، هي اوراق الشجر، اوراق الاشجار ولا اوراق الشجر. وعندك هنا بلونت دون لو ديزير هذيك، وعندك لارب، هاو كيفاه مكتوبه لهنا، هاو كيفاه مكتوبين باش نوضح لكم برك كيفاه مكتوبين، برك كيفاه نكتبوهم برك. جو دون ان اوتر ان اوتر تيتر او تيكست، نمد يعني جو دون، انا جو دون اعطي عنوانا اخر للتكست. العنوان اللي يليق بالتكست لا غازيل، العنوان اللي يليق بالتكست هي لا غازيل، فهمتيني ولا لا؟ لا غازيل، العنوان اللي يليق بها هي لا غازيل. زيد نعاود نكتبها واضحه، نظن بلي راهي هنا مكتوبه واحده. جو دون ان اوتر تيتر او تكست، لو تكست اللي هو لو تكست هذا او النص هذا نعطي له باريزو. هنا حطا ان انيمال سوفاج، نقدر انا نحط هنا لا غازيل، هنا لا غازيل، لا غازيل، اعطينا عنوان اخر للنص، ها هو عنوان اخر اللي هو قلنا جو دون اون انت، اعطي عنوان اخر للنص هي لا غازيل. كان هذا شرح باللغه العربيه للاسئله المطروحه في الكتاب النشاطات كاي داكتيفيتي. نتمنى انه هذا الدرس اعجبكم، الفيديو اعجبكم، اعجبكم فيديو ديروا لايك، ونقر زر الاشتراك حتى يأتيك كل جديد من المدرسة الحرة.